النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استضافة النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 من مايو 2024، والتي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من المؤسسات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين. وأوضح ناس أن النسخة الخامسة من المنتدى ستحمل شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن انعقاد هذا المؤتمر في المنامة يقف شاهدا على ريادة مملكة البحرين في الدفع بالنمو الاقتصادي المستدام. طبعا احنا سعيدين جدا باستضافة مملكة البحرين واحتضانها لفعاليات المؤتمر العالمي لرواد الأعمال والاستثمار اللي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إن شاء الله خلال الشهر القادم. طبعا هذا يبرهن على مكانة مملكة البحرين في ريادة الأعمال والابتكار، وشعار المنتدى هذا العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التنوع الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال هو دليل على تحويل التحديات إلى فرص. الهدف بيكون طبعا التركيز على رواد الأعمال في البحرين وعالميا، وشلون ان احنا نقدر نساعدهم في تحقيق استدامة عملهم وتحقيق التنمية، الامور اللي فعلا تركز على السستينبل ايشوز عالميا. الاستدامة مهم جدا، ورائد العمل علشان ينجح لازم يكون مستديم، فالتركيز بيكون شلون احنا نقدر نخلق لهم أمور مبتكرة في التمويل، ومو فقط التمويل التقليدي. اليوم رائد العمل يحتاج private equity venture capital structures على أساس أنه يركز على المنتج أو الخدمة أكثر من ما يركز على الأمور المالية، ويكون لدعم من شركاء وشركات متخصصة أنهم يباشرون ويساعدونهم في تحقيق أهدافهم وفي تحقيق نجاحهم، ومو بس نجاح على مستوى البحرين، نجاح على مستوى وعالمي إن شاء الله. هناك عدة فعاليات في هذا المنتدى، لكن تركيزنا هو دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة. أيضا هناك عدد من السيكتر سواء القطاعات زي القطاع بتاع الاقتصاد البرتقالي أو الاقتصاد الإبداعي، أيضا عندنا البلو إيكونومي الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، ولكن التركيز نسبة لأن البحرين هي مركز مالي في المنطقة هنركز على دور المؤسسات المالية. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور البارز الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك ومحرك أساسي وفعال في تعزيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين. جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الاجتماع 43 للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ومن جانبه أكد سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغرفة ستعمل في إطار دورها وبكل طاقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الراهنة على الخارطة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 57 للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.
وخلال الاجتماع أعرب وزير الصناعة والتجارة عن حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وبعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من أهمها الموافقة على اعتماد 349 مواصفات قياسية اختيارية وتحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفة قياسية على المستوى الوطني.